بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أرحب بحضراتكم جميعا في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اللي بيعقد دائما بعد مجلس الوزراء. والحقيقة النهاردة أنا بشرف بوجود زميلتي معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أيضا عشان تعرض علينا يعني مجموعة أخبار مهمة فيما يخص أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للفترة السابقة. واسمحوا لي يمكن هبدأ بالحدث المهم اللي حضراتكم تابعتوه امبارح في القمة المصرية السعودية اللي تمت على أرض مصر أمس برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء السعودي. والحقيقة يمكن طبعا يعني الزيارة كانت بتحمل أكثر من العديد من الرسائل المهمة جدا جدا في هذا التوقيت الدقيق من أوضاع المنطقة. طبعا جزء مهم من المحادثات والكلام اللي تم كان على الأوضاع الإقليمية والتنسيق الكامل اللي بيتم بين مصر والسعودية في هذا الإطار والتعامل مع المتغيرات السريعة جدا اللي بتحصل وضرورة وضمان التنسيق الكامل ما بين البلدين المهمين اللي بيمثلوا يعني جناحي الأمة العربية والإسلامية من أهم الدول المؤثرة في المنطقة. طبعا طبعا أيضا تطرق الأمر لبقية التحديات اللي موجودة في مناطق الصراع المختلفة، ودي طبعا برضو مرة أخرى توافقت الحقيقة كل الرؤى ما بين المملكة ومصر في هذه الصراعات، وإزاي إن احنا توحيد الجهود يعني وبذل كل الجهد الممكن لمحاولة تجنب المنطقة لتداعيات هذه الصراعات وأيضا محاولة الوصول إلى حلول سلمية ليها. الجزء المهم هو طبعا اللي تعلق بالعلاقات الثنائية، وحضراتكم شاهدتوا طبعا يعني ان تشرفنا بان فخامة الرئيس وسمو الامير ولي العهد شهدوا توقيع اولا تأسيس المجلس التنسيقي الاعلى المصري السعودي، ودي آلية مهمة جدا هيكون من خلالها بيتم يعني تنسيق كامل على اعلى مستوى المجلس برئاسة فخامة الرئيس وصاحب السمو الملكي ولي العهد وتحتيهم التشكيل من الوزراء المعنيين، بحيث يتم التنسيق في كل المجالات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وأيضا فيما يخص الشق بقى السياسي والخارجي للعلاقات الخاصة بالإقليم. وإن شاء الله طبعا هذا المجلس هيكون له صفة يعني ليها تنظيم معين، وإن شاء الله ده هيبقى بيعمل على هدفه الرئيسي هو يعني تفعيل وتقوية العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين، واللي إن شاء الله بنأمل إنها تشهد طفرة كبيرة أيضا في خلال الفترة القادمة. الجزء الآخر واللي حضراتكم تابعتوه طبعا هي توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ما بين مصر والسعودية، والحمد لله يعني استطعنا أن ننجزها في وقت يعني قياسي وسريع جدا، وخلصت الحمد لله في هذه الفترة. وكان طبعا فرصة ان يعني الحمد لله وزيري الاستثمار من البلدين وقعوها، وزي يمكن ما انا اتكلمت مع حضراتكم قبل كده على هامش زيارتي الماضية للمملكة ان هذه الاتفاقية هتبقى بتؤسس لمزيد من تشجيع وجذب الاستثمارات المتبادلة في البلدين وحماية هذه الاستثمارات، وبالتالي هي بتنص على العديد من الاجراءات اللي هدفها كله تبسيط وتسهيل وتحفيز عملية الاستثمارات المتبادلة، وإن شاء الله تكون هي بداية مهمة جدا لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر في خلال الفترة القادمة بإذن الله. فأنا اديت حبيت إن أنا أدي حضراتكم مجمل إن هذه النقطة هتبقى مهمة. تطرقنا لملفات الصناعة وتم الحديث على إن جزء من الاستثمارات الفترة الجاية يكون هناك التركيز على الاستثمارات المشتركة في قطاع الصناعة وقطاعات طبعا أخرى مختلفة لتصلح للاقتصادين سواء المصري أو السعودي. وأيضا كان هناك تأكيد على متابعة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة اللي إن شاء الله بيتم تنفيذها على الأرض، وأهمها موضوع الربط المصري السعودي. وكان هناك تجديد امبارح الحقيقة على ان شاء الله على يعني شهر مايو او يونيو على الاكثر القادمين تبقى المرحلة الاولى بالكامل من الربط
هتكون ان شاء الله دخلت الخدمه، احنا بنتكلم على 1500 ميجا، هتكون ربط متبادل، وده اللي اثير امس ان ده هيبقى ميزه مهمه للبلدين، لان ساعات الذروه في البلدين بتختلف، وبالتالي تقدر مصر تستفيد في ساعه الذروه ليها من انها تاخد الكهرباء من السعوديه، والعكس ايضا هيتم، ان في ساعات الذروه للمملكه ايضا هتستفيد انها تاخد الطاقه من مصر. ويمكن اثير نقطه مهمه جدا، ان مشروع الربط اللي هيبقى حاصل ما بين مصر والسعوديه، اللي هو المفروض هيبقى بيصل الى 3000 ميجا، المرحله الاولى فقط 1500 ويليها ال 1500 الثانيه، ال 3000 ميجا دول اكبر من طاقه الطاقه الاقليميه لدول التعاون الخليجي كله. فيعني عشان حضراتكم تقدروا تستشعروا ضخامه الربط الكهربائي اللي بيتم النهارده، وبنسابق الزمن علشان ان احنا يعني ان شاء الله نحققه وننجزه في خلال هذه الفتره. الجزء الاخر طبعا من اللي حابب اتكلم فيه، وعندنا اكتر من نقطه قبل ما اترك الفرصه لزميلتي انها نتكلم، وبعد كده يعني ناخد منكم الاسئله ان شاء الله. طبعا احنا شهدنا الحقيقه كلنا وشرفنا بتشريف سياده الرئيس للندوه التثقيفيه رقم 40 للقوات المسلحه بمناسبه طبعا مرور 51 عام على نصر اكتوبر. واعتقد يعني الرسائل المهمه جدا 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 اللي استشعرناها من هذه الندوه مهمه قوي، وخاصه ما يعني اشار اليه فخامه الرئيس في حديثه. وانا عايز بس يمكن اركز على النقط اللي اشارها فخامه الرئيس، وهي ان احنا بنتحرك في ظل اوضاع مضطربه بيشهدها الاقليم، وبتفرض علينا رغم انحيازنا طبعا لخيار السلام المستدام الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن. دي شيء مهم جدا لازم كلنا كمصريين نبقى عارفين، لان هذا هو السبيل الوحيد لصون وحماية السلام اللي احنا موجودين فيه. وبدون دولة قوية بكل مقدراتها هيبقى احنا ممكن نكون يعني مش هيقول كلمة، ولكن ممكن نكون مطمع، او يعني ممكن يكون تحت تهديد من أي قوة أخرى. وبالتالي يعني القوة الشاملة وبناء القوة الشاملة ده شيء مهم جدا لردع أي محاولات لي يعني جرجرة مصر أو تهديد مصر بأي شيء في هذا الشأن. وبالتالي يمكن سيادته شدد على شيء مهم جدا جدا جدا، إن التحديات الإقليمية بتفرض علينا إن إحنا كمصريين نكون على أعلى قدر من الترابط لصون مقدرات الوطن ومكتسباته. وده شيء مهم جدا وسيادته دايما بيأكد عليه، طول ما الجبهة الداخلية متماسكة والمواطن على وعي كامل وشديد باللي بيظهر قدام واللي بيحك في المنطقة كلها، وبنشوف كدولة احنا هدفنا كله الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، ده أهم شيء لينا كدولة في خلال هذه الفترة، وهو ده هيبقى مفتاح الأمان لاستقرار الوطن. ودايما يعني أنا وسيادة الرئيس بيقولها وبطمن حضراتكم، ما نخافش من أي تهديدات خارجية، أهم شيء تظل الجبهة الداخلية متماسكة وعندها القدر من الوعي للتعامل مع كل هذه التحديات الإقليمية الغير مسبوقة اللي بنواجهها. وده يقودني للحقيقة يعني أن أنا لأول مرة هتعرض لشيء أنا ذكرته في الأسبوع الماضي وأثار نوع من الجدل، وأكيد حضراتكم تابعته، لما في أحد الأسئلة اللي أحد الزملاء سألني عليها وتقال هو أنتوا عاملين سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأوضاع اللي بتحصل في المنطقة، وأنا يمكن في ردي على هذا الموضوع قلنا إحنا رايحين لكل السيناريوهات، وإن في حالة يعني إذا ما تفاقمت الأمور بصورة كبيرة جداً وتطورت إلى حرب إقليمية هنضطر نلجأ إلى إدارة الدولة بما يعرف باسم اقتصاد حرب. والكلمة دي يعني على طول أثارت جدل وابتدى نقاش عليها، ويعني أنا عايز أقول إن أنا أفكركم في الاجتماع السابق كلمنا على موضوع تفتيش الفرقة السادسة المدرعة للجيش التاني، وقلنا إن دي رسالة قوية إن مصر قوية جدا، وإن إحنا مرة أخرى بستعير الكلمة اللي قالها سيادة الرئيس بناء القوة الشاملة للوطن. والأهم إن أنا لما نهيت الكلام مع حضراتكم كنت بقول المواطن المصري يطمن، مصر الحقيقة
الحمد لله، ودعينا كلنا ان مصر تظل هي بلد الامن والامان ووحدة الاستقرار اللي موجوده في المنطقه النهارده. لكن هتكلم هنا في نقطه مهمه جدا، لان انا تعهدت ان احنا دايما نبقى في اطار من الصراحه والشفافيه في هذا الموضوع. احنا لازم نكون حاطين كل السيناريوهات. لما بقول كلمه اقتصاد حرب مش معناها ان مصر هتدخل حرب، ودي انا باكد عليها. ثوابت الدوله المصريه انها لا تدخل في حرب الا اذا هددت بصوره مباشره وحصل عليها تهديد مباشر لحدودها او مقدراتها الرئيسيه. لكن غير كده مصر دايما ماشيه باسلوب متوازن جدا، وثوابتنا واضحه جدا، وان احنا قواتنا المسلحه للدفاع عن الدوله المصريه اذا حصل لها تهديد مباشر. فبالتالي لما بنقول هذه الكلمه بتكلم على سيناريوهات. لو ماذا لو النهارده، واعتقد حضراتكم متابعين مش سر، اذا ما تفاقمت الحرب اللي موجوده النهارده وتم استهداف المنشات النفطيه والمنشات النوويه اللي موجوده في المنطقه، ماذا سيحدث؟ واذا الموضوع تحول الى رد متبادل والموضوع تفاقم وخرج بره السيطره، بالتالي هناك تداعيات هتبقى هائله على كل حاجه، بما فيها اول شيء اسعار البترول واسعار المنتجات وتامين وصول المنتجات، حتى بغض النظر عن سعرها هيبقى ازاي، ان احنا بتؤمن انها تروح للعالم كله بما فيه مصر. وبالتالي لازم ده نكون حاطينه كسيناريو. السيناريو الاخر تاثير الكلام ده كله، الحرب دي لو حصلت على حركه التجاره وعلى كل الشبكات التجاره والنقل واللوجستيات اللي هتبقى موجوده، فكل ده لازم نكون متحسبين ليه. فبالتالي هو ده اللي احنا كنا بنقول، ان احنا حاطين السيناريو اللي احنا ماشيين فيه الاوضاع الحاليه وهنتعامل معها ازاي، لو الاوضاع ممكن تازمت شويه هيحصل ايه، مرورا حتى اقصى يعني السيناريوهات تشاؤما واللي بندعو الله كلنا ان هو ما يحصلش، لو حصلت لا قدر الله حرب اقليميه والموضوع خرج بره سيطره اي حد. فبالتالي دورنا كحكومه ان احنا نكون متحسبين لهذا الموضوع. وبالتالي كلمة الاقتصاد الحرب يعني معناها ان انا اكون ازاي بوجه موارد الدولة كلها لتأمين الاحتياجات الاساسية للمواطن وللحياة بتاعت المواطن. نضمن ازاي ان الكلام ده يحصل عشان يبقى باقل قدر ممكن من الاضرار بالمواطن المصري. واذكر حضراتكم بوقت يعني كورونا وكوفيد، لما ابتدت موارد الدولة كلها توجه نحو القطاع الصحي والموضوع الفاكسين وهنعمل ايه وهنتحرك ازاي وازاي ان احنا ندبر موارد اضافيه، واضطرينا ان احنا نعيد يعني تشكيل الموازنه بتاعه الدوله كلها لتعامل مع هذه الازمه. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان في حاله ان لو حصلت اي مشكله او ازمه كبيره جدا جدا جدا، والنهارده ما حدش، واتحدى ان يكون هناك خبير يجزم ماذا ستؤول اليها الامور، ما حدش عارف، كلها تخمينات. فبالتالي احنا كمان ده دورنا ومسؤوليتنا كحكومه نكون حاطين كل السيناريوهات بما فيها اقصى السيناريوهات تشاؤما. ولكن اللي انا باكد عليه وده دورنا ومسؤوليتنا، انما باكد على هذا الموضوع، مصر ثوابتها واضحه، مصر ان شاء الله يعني موضوع لن تنجرف في حروب الا اذا زي ما بنقول دايما اذا كان هناك بقى تهديد مباشر لحدود ومقدرات الدوله المصريه. فانا كنت حابب ان انا اقول هذا الموضوع وأكد إن إحنا لازم نكون متحسبين لأي سيناريوهات، وده اللي اتعلمناه منذ بدء الأزمة وحرب اللي حصلت في غزة من 7 أكتوبر. يعني من 7 أكتوبر لو حضركم بس يعني نستعرض كده، هل حد فينا كان ممكن يتخيل إن تداعيات هذا الأمر سيؤدي اتساع دائرة الصراع للجنوب ومضيق باب المندب، وإن يبدأ يحصل حركة الملاحة تقف وتهديد للملاحة، وقناة السويس النهاردة تنزل مواردها إلى 40% فقط من الموارد اللي كانت موجودة؟ محدش كان ممكن يتخيل هذا الموضوع ولا يحطه في السيناريوهات. ولكن اتعلمنا من واقع اللي بيحصل إن لازم نكون متحسبين لكل السيناريوهات اللي موجودة. فبالتالي اللي عايز أقوله هنا للمواطن، إحنا لا بنخوف حد، ولا ان احنا بنقول ده سيناريو متشائم، ولا ان احنا بنقول ده انتوا كده ازاي بتقولوا انتوا عايزين استثمارات من الجيش. لا، احنا بنعرض في اطار من الشفافيه ايه اللي ممكن احنا كدوله هتكون مسؤوليتنا لو اتحصلت اي سيناريوهات. فانا حبيت اكد على هذا الموضوع، ولكن
الحمد لله، وده اللي أنا دايما وقلته في آخر الجلسة اللي فاتت، اطمنوا احنا يعني مدبرين احتياجاتنا بصورة كبيرة جدا كدولة، عارفين الدنيا تمشي ازاي، ولازم نكون، ودي مسؤوليتنا مرة أخرى، كيف نضع كل السيناريوهات في الحسبان عشان نتعامل معاها ونبقى عارفين ان احنا نتحرك فيها. ولكن اللي انا يمكن حابب ان انا اشير اليه كناحية يعني جيدة جدا، الخبراء الاقتصاديين ارجو ان هم يكونوا تابعوا ان هناك مؤسسة كبيرة جدا اللي هي مؤسسة جولدمان ساكس، طلعت في اخر سبتمبر تقرير على مصر، ودي يعني واحدة من اهم المؤسسات الاقتصاد العالمي اللي بتبقى بتحلل ويعني بتتكلم على المؤشرات بتاعت هذا الموضوع. طلعت تقرير مهم جدا على مصر، اشارت فيه الى ان مصر يعني المجمل فيه، المجمل ان التقرير ايجابي، التقرير بيتكلم على ان مصر متحركة في المسار السليم والصحيح، بيشير الى الارتفاع الاحتياطيات للنقد الاجنبي، وبيشير الى ان الدولة باستمرارها في السياسات اللي هي بتتحرك فيها، ويمكن هنشوف الكلام ده لما معالي وزيرة التخطيط تعرض المؤشرات بتاعت الفترة اللي فاتت، بتشير ان الدولة المصرية ماشية بطريق جيد جدا جدا في ادارة الأزمة والفترة الكبيرة اللي احنا ماشيين فيها، كل المؤشرات بتتجه للتحسن، وتوقعاتهم ان استمرار هذا الموضوع على مدار العامين القادمين، الا اذا برضو حصل حاجة اكسترنال بقى يعني تاني، بعيدا عن ان لو المنطقة دخلت في حاجة اكبر من الظروف اللي هي موجودة. واشاروا الى ان، ودي نقطة مهمة جدا بتتوافق مع اللي انا قلت قدام حضراتكم، توقعاتهم للتضخم، وإن التضخم حينزل إلى ما دون 10% قبل نهاية أو بحلول نهاية 25، وده تماما زي ما احنا كنا محددين في تقديراتنا وتوجهاتنا كدولة بالتحليل اللي عملوا الخبراء في هذه المؤسسة، اتكلموا على هذا الموضوع. وبالتالي يعني هم طبعا برضو توجهاتهم انه شايفين الدولة اذا استمرت في نفس الوتيرة من الاستثمارات الاجنبية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر، سواء بصفقات او بتشجيع الاستثمار ومناخ الاستثمار اللي احنا بنعمله، اللي عرضناه على حضراتكم جزء منه كخطوة اولى، الاصلاحات الضريبية وتبسيط الاجراءات اللي عرضها السيد وزير المالية وزير الاستثمار الاسبوع الماضي، بيتكلموا على ان الاقتصاد المصري هيستمر في التحسن بصورة كبيرة في خلال الفترة القادمة. انا حبيت بس ان انا اشير لهذا الموضوع علشان برضو نبقى عارفين العالم شايفنا ازاي، وشايف التوجهات اللي الدولة بتتحرك فيها في هذا الشأن، واللي احنا مستمرين تماما في كل الاصلاحات الهيكلية اللي احنا وعدنا بيها وبنتحرك فيها في هذا الامر. وعلشان كده يعني هترك المجال لمعالي الوزيرة انها تعرض على حضراتكم هذا الموضوع. ايضا اكيد من الحاجات الايجابية، ويمكن اتكلمت فيها في زيارة الاقصر، ان النهاردة ان شاء الله هيبدأ التشغيل التجريبي الجزئي للمتحف المصري الكبير، وده طبعا كان مشروع عملاق، حضراتكم تابعته قد ايه الدولة المصرية، وكان بتنبو متابعة يعني انا مش عايز اقول يعني ولا ابالغ، متابعة اسبوعية من سيد رئيس الجمهورية بنفسه، اللي الحمد لله مكننا ان احنا النهاردة نكون انتهينا بالكامل من هذا الصرح العالمي اللي يعتبر هدية من مصر فعلا للعالم كله، ونبدأ النهاردة إن شاء الله بدايات التشغيل التجريبي بإذن الله، واللي ندعو الله إن شاء الله مع تحسن الأمور يكون هناك افتتاح رسمي لهذا المشروع العملاق الحقيقي، اللي حيبقى إن شاء الله تقديرات حركة برضو السياحة العالمية وتقديرات كل شركات السياحة إنه حيبقى بيساهم في جذب يعني جزء كبير جدا من الأعداد من السياح العالميين إن شاء الله، بمجرد ما يكتمل تشغيل هذا المشروع الكبير جدا في هذا الشأن. أنا حتوقف عند هذه النقطة وأترك المجال لزميلتي معالي وزير التخطيط، وبعد كده نتلقى من حضراتكم الأسئلة. تفضلي معالي الوزير. الرحمن الرحيم، متشكرة دكتور مصطفى. يمكن من أحد أهم المؤشرات الاقتصادية هو النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي. إحنا دايما المؤشر بيطلع 3 شهور بعد نهاية الربع. معايا عرض هنعدي على بعض أهم التطورات، لأنه الحقيقة السنة اللي فاتت أظهرت أنه أول 3 أرباع من السنة كان ليهم شكل
والربع الأخير بعد تنفيذ كتير جدا من الإصلاحات الاقتصادية ابتدى يبقى فيه بوادر تحسن. فأنا عايزة برضو مع حضراتكم نعدي على القطاعات المهمة، وبرضو ده بيدي انطلاق لما هو قادم. لو بس ممكن نحط العرض. تمام. دي المعدلات خلال الأربع أرباع في سنة العام المالي 23-24. زي ما احنا شايفين احنا قفلنا السنة على 2.4% والربع الأخير 2.4%. أهم ما ميز هذه السنة حاجتين رئيسيتين: نمرة واحد التوترات الجيوسياسية وأثرها على قناة السويس وبعض الأنشطة وهنبص عليها حالا، ونمرة اثنين وده كان مهم جدا 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 استعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات انكماشية سواء كانت سياسات مالية أو سياسات نقدية، وده كان له أثر مهم في عودة استقرار الاقتصاد الكلي. وأيضا بعض ولكن في نفس الوقت حوكمة الاستثمارات العامة كان ليها أثر كبير جدا 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 على الناتج المحلي الإجمالي، ولكن هذه الحوكمة مهمة لإفساح المجال للقطاع الخاص، ويمكن زي ما شاهدنا امبارح مع كتير من التوقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية. لو جينا بصينا على قناة السويس، ده القناة في خلال العام وده الربع الرابع لوحده. خلال العام في انخفاض بتقريبا 30% عن العام السابق، ولو خدنا الربع الرابع فقط 68% انخفاض في نمو قناة السويس، وده طبعا يعتبر من أكبر الآثار على المباشرة طبعا من التوترات في المنطقة على الاقتصاد المصري، وده طبعا بينعكس أيضا على صافي الصادرات لأن قناة السويس بتخش معنا أيضا في الميزان الخارجي. لو بصينا على قطاع الاستخراجات، وطبعا احنا عايزين نقسم زي ما قلت السنة ثلاث ارباع والربع الأخير، الثلاث ارباع الأولانيين قبل قرارات مارس من البنك المركزي كنا عارفين ان كان في طبعا بعض الآثار السلبية على سداد مستحقات الأجانب، وده كان له انعكاس بشكل كبير جدا على الاستخراجات وتكرير البترول الغاز وخلافه. طبعا وان شاء الله يبقى معالي وزير البترول الاسبوع القادم، عارفه انه عنده عرض هنا مع رئيس الوزراء، هيكلم حضراتكم في الخطط والمساعي اللي تمت حتى الان في سداد هذه المستحقات، وبالتالي مره اخرى زياده الاستثمارات والاستخراجات، وده هيبقى له اثر ايجابي في الربع الجديد للعام وطبعا في العام الجديد. ولكن ده مرة أخرى قطاع الاستخراجات ما هوش قطاع صغير، هو بيمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي كان له أثر بشكل مباشر على ما تم في النتائج الربع والعام. الصناعات التحويلية غير البترولية ده برضو من القطاعات المهمة، المساهمة لهذا القطاع تقريبا 15%، وهنا عايز أبين أنه خلال السنة في انخفاض 5%، ولكن الربع الأخير في زيادة، ودي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأنه الإصلاحات اللي حصلت في مارس، وبرجع مرة أخرى فتح مجالات وقنوات وجود النقد الأجنبي وبالتالي عودة الواردات لكتير جدا من الصناعات التحولية، طبعا شفنا تحول إيجابي في الربع الأخير، فدي برضو نقطة مهمة. برضو مع الحكومة الجديدة التنمية الصناعية بتعتبر من أهم محاور الحقيقة التنسيق ما بين الوزارات كلها. امبارح زي ما دولة رئيس الوزراء ذكر موضوع القطاعات الصناعية مع دول مختلفة، ده بيحصل بشكل مهم، وهنا ده مبين أول بوادر لعودة هذه الأنشطة اللي بتعتبر طبعا أيضا نشاط مهم جدا للعمالة ونشاط مهم جدا للعلاقات ما بين قطاعات مختلفة. وبرضو معلش أقول لحضراتكم هنا إيه هم القطاعات: الملابس الجاهزة، المنسوجات، الحاسبات والمنتجات الإلكترونية. فدي برضو لو بنبص على الصناعات التحويلية أي قطاعات، هي دي القطاعات المهمة. والمرة أخرى لما نبص على السويس في جذبت أكثر من شركات جديدة أيضا في هذه المجالات المختلفة.
في بقى يعني زي ما شفنا في انخفاض في بعض القطاعات، في قطاعات أخرى زي ما احنا شايفين كان الناتج بتاعها إيجابي. عندنا قطاعات الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، وطبعا كمان على خلفية إن شاء الله افتتاح المتحف هيبقى فيه جذب أكبر لهذا القطاع الهام. قطاع السياحة بيعتبر مهم لأنه مضاعف العمالة 1 لـ4، كل يعني فرصة عمل مباشرة بيبقى قدامها 4 فرص غير مباشرة. فالتوسع اللي شايفينه في أماكن مختلفة أيضا بيعزز من هذا القطاع. فزي ما احنا شايفين دول الثلاث قطاعات الرئيسيين، قناة السويس، صناعات تحويلية، استخراجات، خلال العام اللي كان فيهم انخفاض، ولكن دون ذلك كان في أداء كويس من ناحية الأنشطة. طيب احنا عايزين نبص على الناتج المحلي من مكون الإنفاق، ودي نقطة مهمة لأن احنا دايما بنقول ان جزء من الإصلاح الاقتصادي كان حوكمة الإنفاق الاستثماري. دي أحد أهم المحاور المهمة وترتيب الأولويات، وأهم شيء في حوكمة الإنفاق الاستثماري هو افتتاح المجال للقطاع الخاص. وزي ما احنا شايفين لو بصينا ده الربع، دي السنة 23-24، هنجد ان الانفاق او الاستثمار انخفض، وعلى خلفية قناة السويس والاستخراجات كان في ايضا انخفاض في الصادرات. ده الحوكمة الانفاق الاستثماري باين بشكل اساسي على النمو الاقتصادي، ولكن مرة أخرى ده كان لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي يعني نقطة هامة وكانت فارقة جدا لعودة الاستثمارات المختلفة مستقبلا. ويمكن عايز أقول حاجة أيضا على موضوع الغاز والبترول. احنا شايفين انه الجزء الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة فيها زيادة كبيرة، في اهتمام من شركات كبيرة. احنا يمكن من الخطة الاستثمارية زودنا استثمارات في الشبكة، وده لنقل الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة لما يعني يلبي الطلبات المختلفة سواء كانت في قطاعات الصناعة أو غيرها من القطاعات. ودي خطة حاطينها مرة أخرى بالتنسيق مع جميع الوزارات في الدولة. فإحنا مستمرين في تدابير وسياسات فعالة لاستقرار الاقتصاد الكلي، ده الأساس. يمكن من خلال أيضا التيسيرات الخاصة بالاستثمار وأيضا المالية العامة، ويمكن زملائي الوزراء في المجموعة الاقتصادية عرضوا الأسبوع الماضي، دي كلها سياسات متكاملة الهدف منها في النهاية إن إحنا إزاي نقدر مرة أخرى يبقى النمو الاقتصادي مبني على مساهمة أكبر من القطاع الخاص. في اهتمام، وزي ما دوت رئيس أظهر أنه الحقيقة الكتابات كلها بتقول أن بعض الفجوات التنموية اللي موجودة في الطاقة أو في بعض القطاعات الأخرى بتعتبر فرص استثمارية، وده الحقيقة اللي شغالين عليه بشكل كبير جدا في المجموعة الاقتصادية وغيرها من. فعندنا برضو استثمارات رأس مال بشري، استثمار في التنمية الصناعية، وكل ده لزيادة النمو الاقتصادي المستدام. نقطة مهمة، أهم شيء في اللي احنا بنعمله أن يبقى فيه دايما سردية وطنية عن ما تقوم به أو المؤشرات بتقول لنا إيه. ويمكن دايما بيبقى فيه سيناريو اللي بنسميه بيز لاين أو أساسي، وبيبقى فيه سيناريو لو في أي مخاطر نزولية أو لو في مخاطر إيجابية. إحنا يمكن لأول مرة باللغتين العربية والإنجليزية عندنا تفصيل عن النمو الاقتصادي وعن نتائج الربع وعن نتائج العام، وده هنستمر فيه في جميع المؤشرات وتكون متاحة، لأنه مهم جدا إن حضراتكم يبقى ليكوا اطلاع على التحليل، مش بس إن البيان طلع بس تحليله جاي إزاي، وده إن شاء الله مستمرين بيه بشكل دوري. ده كان البيان عربي وانجليزي، وده مهم جدا لانه وده التقرير برضو عربي وانجليزي، ومهم لانه ما بنقعد مع مؤسسات التصنيف او مع
المؤسسات المالية الأخرى، مهم جدا أنه تبقى سردية وطنية منسقة بشكل في تناغم كبير جدا ما بين الوزارات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي لما بيبقى في أي قرار بناخده تبعاته على النمو، تبعاته على الاستثمار بتبقى أيضا مدققة وتبقى منشورة وحضراتكم يبقى ليكوا الاطلاع. فده كله موجود على الروابط الإلكترونية للوزارة ومتاحة للمؤسسات المختلفة. يمكن الجزء الثاني، استقرار الاقتصاد الكلي هو دايما بنسميه necessary، أساسي، ولكن لازم يبقى متزامن معاه ومعاه إصلاحات هيكلية، لأنه الإصلاح عملية مستمرة. التغييرات اللي بتحصل دوليا، التنافسية الدولية دايما معناها أنه إحنا لازم نواكب هذه التغيرات بشكل في سرعة وشكل في مرونة. فإحنا في برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية، وعايزة دايما نفتكر أن إحنا حطناهم في ثلاث محاور رئيسية، والثلاث محاور دول الحقيقة بيعكسوا أولويات الدولة. أول حاجة صمود الاقتصاد الكلي، يمكن زي ما دوت الرئيس قال لازم نبقى مرنين قادرين على الصمود الفترة دي من 2020 للنهاردة، أكتر من صدمة خارجية. إزاي نقدر بشكل سريع جدا إن إحنا نواجه هذه التحديات. فأول محور هو تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وعندنا إجراءات هوريها لحضراتكم، إجراءات تمت ونفذت بالفعل، وفي مصفوفة إجراءات قادمة. نمرة 2، تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال. أعتقد أنه ده أيضا المحور الثاني والرئيسي، خصوصا وإحنا بنحاول نجتذب استثمارات، وزي ما قلت كل فجوة تنموية موجودة تعتبر فرصة للاستثمار. ونمرة 3، دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. مفيش النهاردة أي مستثمر هيقدر يجي أي بلد إلا إذا كان في يعني المشروعات خضراء بشكل معين، التمويلات الخضراء موجودة، المشروعات ليها استدامة، بيقدر المستثمر يعني يحقق أهداف ليها علاقة بالتحول الأخضر لشركته. فلازم الدولة تكون مستعدة بده وقادرة أنها تقدم وتتيح هذه الفرص. إحنا كوزارة بنقوم بصياغة السياسات والإجراءات دي مع وزارات مختلفة ومع جهات وطنية، وهوري حضراتكم حالا. كمان نقطة هامة جدا، دي كلها أولويات وطنية، ولكن بنصيغها أيضا مع شركائنا التنمويين، لأن بيبقى فيه تمويلات ميسرة بتساعد في دعم الموازنة في تحقيق هذه الإصلاحات أيضا. فده بيبقى له الحقيقة شقين مهمين جدا، إصلاحات مهمة لينا إحنا، ولكن في نفس الوقت بنقدر بتكلفة أقل نتيح تمويلات لدعم الموازنة، وده طبعا بيقدر يقلل من علينا تكلفة دعم الموازنة. دي بس مصفوفة بتبين عدد الوزارات والجهات الوطنية اللي مساهمة في هذه الإصلاحات. وقدام حضراتكم لو مشينا محور محور، أهم السياسات والإجراءات في محور تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، هتجدوا حضراتكم مثلا، ويمكن أنا شايفة كتير من الزملاء من اللي بيتابعوا يعني أسواق المال والأعمال، فبنلاقي أنه استصدار قرار مثلا المتعاملين الرئيسيين، ده كان نقطة مهمة جدا من وزارة المالية، البرايمري ديلرز، فده بيساعد بشكل أساسي. وهنا موجود الهدف من كل إجراء، وده هيبقى متاح لحضراتكم. التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد للبرلمان، ده كان أحد أهم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الكلي. السقوف المختلفة اللي موجودة سواء كانت للاستثمار العام أو الانفاق الاستثماري، إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على هيئات الدولة المختلفة، وده برضو للحياد التنافسي. عندنا تفعيل قانون المالية الموحد، إعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، ودي كانت مهمة جدا، لأن يبقى كل الانفاق اللي موجود مرتبط بمؤشرات أداء، ودي كلها إصلاحات تمت بالفعل. وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة للمشروعات الاستثمارية، ودي نقطة مهمة، وإحنا في وزارة التخطيط في حوكمة شديدة جدا في الاستثمار والإنفاق العام. أيضا يعني تبعات الإصلاح على الجزء الخاص بشبكات الأمان الاجتماعي، فكان في زيادة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وأيضا إطلاق ونشر تقرير مرصد الحماية الاجتماعية. كل دي إجراءات
مختلفة في المحور الأول. المحور الثاني التنافسية، عندنا من وزارة المالية أكثر من إجراء له علاقة بنظام المشتريات الإلكترونية، استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، إعداد مسودة أولية للإعفاءات المختلفة. لو ببص على وزارة الاستثمار أكثر من إصلاح هيكلي تم تنفيذه له علاقة بالحوافز الجديدة ومعايير المشروعات الاستثمارية في قانون 2017، أيضا البيئة الاستثمارية وتطبيق نظام تراخيص الاستثمار وغيرها من، يعني مش عايز أعدي عليهم كلهم، بس الحقيقة كل إجراء من ده تم صياغته لأنه كان مطلب من المطالب المختلفة، تقييمه أنه هو هيقدر يزود من قدرتنا على جذب استثمارات وفي نفس الوقت زيادة الناتج المحلي الإجمالي وهكذا. عندنا طبعا إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية. النهاردة احنا بنتكلم على ريادة الأعمال، بنتكلم على أن الشركات الجديدة يبقى عندها IPs أو الجزء الخاص بالملكية الفكرية، فده كان نقطة مهمة جدا. مسودة قانون المنازعات البسيطة راح مجلس النواب وده كان أيضا مطلب مهم جدا لكتير من المنازعات البسيطة. أيضا إلغاء الإعفاءات الضريبية ورسوم على المؤسسات المملوكة للدولة، وهنا برضو فكرة وثيقة ملكية الدولة ده كان أحد المعايير اللي موجودة فيها. قانون حماية المنافسة، كتير جدا من الإجراءات الخاصة، كل ده الهدف منه هو زي ما قلت قدرة تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال للدولة. لو هبص بس على المحور الثالث اللي خاص بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، عندنا برضو أكتر من إجراء تم بالفعل. إصدار اللوائح الخاصة بشهادات لدعم إطار العمل الخاص بالقطاع الخاص، دي نقطة مهمة جدا. زي ما قلت لحضراتكم أي مستثمر النهاردة بيأتي إلى دولة بنقدر نتنافس لو عندنا إجراءات بتتيح له فكرة تقييم إزاي هو نفسه بيساهم في خفض الانبعاثات، اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة ودي تمت من اللجنة العليا للطاقة، المجلس الأعلى للطاقة، فيها أمور هامة جدا. حضراتكم عارفين إن إحنا في ديسمبر في يونيو 23 أقرينا إنه 42% هتبقى طاقة جديدة ومتجددة ب 2030، فده زي مرة أخرى بيتيح استثمارات مهمة جدا في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. الإصدار منشور ينظم التوريد المباشر لمصادر الكهرباء بين المنتجين والمستهلكين البي تو بي، دي الجزء الثالث ده او المجر الثالث ده مهم جدا لانه بيتيح ايضا للقطاع الخاص فكره انه يقدر يتعامل ما بين المستهلك والمنتج بنفسه، فده بيفتح افاق مهمه جدا. عندنا نقطه كفاءه الطاقه، فالاجراء الاول الخطه الحد من الخسائر اللي موجوده في شركات التوزيع، ده اصلاح هيكلي كان ضروري جدا ومهم وكان احد الامور المهمه. وطبعا مسوده قانون تنظيم مرفق مياه الشرب، ده كان برضو يمكن قانون بقاله 9 سنوات والحقيقه يعني في مجلس الوزراء والدكتور مصطفى كان ورا انه احنا ننتهي من هذا القانون لانه ايضا بيتيح في مرفق مهم جدا برضو وجود القطاع الخاص. حاجات أخرى في تقنين المنشآت الصناعية غير مرخصة وغيرها. طبعا أسواق الكربون، حضراتكم عارفين قد إيه النهاردة موضوع الكربون كريدتس مهم جدا، فالحقيقة الهيئة قدرت أنها هيئة الرقابة المالية في حاجتين، متطلبات السجلات ودي نقطة مهمة وقواعد الإدراج وإلغاء الكربون، دي برضو بتعتبر من الإجراءات الفاعلة جدا في جذب استثمارات خضراء. توسيع المساحات المخصصة لزراعة القطن ذات الجودة وغيرها من الإجراءات المختلفة، ده بس بعض شركاء التنمية اللي احنا بنتعامل معاهم وبيبقى فيه تمويلات زي ما قلت لدعم الموازنة مبنية على هذه الإصلاحات المختلفة. طب ايه اللي جاي؟ اللي جاي ان احنا عندنا لو حضراتكم تتذكروا كان في دايما الدوينج بيزنس، ده كان تقرير بيطلع من البنك الدولي، البنك الدولي غير المنهجيه بقى في حاجه اسمها بيزنس ريدي، معايير مختلفه، المعايير دي كلها احنا شغالين
معاهم. ليه دي مهمة؟ طبعا حضراتكم عارفين انه بيبقى فيه دايما مسطرة ل يعني المقارنة ما بين الدول المختلفة. فالحقيقة احنا عازمين على انه هنبقى بنشتغل بشكل مؤسسي جدا على الوفاء بالمسوح المختلفة علشان نقدر نبقى يعني في تقرير بيزنس رادي، ودي برضو هتدي مصداقية كبيرة جدا للإجراءات المختلفة اللي الدولة بتقوم بيها. آخر حاجة، حضراتكم عارفين ان احنا مع يعني منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD عندنا برنامج قطري. البرنامج القطري ده متقسم على محاور مختلفة، عندنا الحقيقة 5 برامج: ابتكار تحول رقمي، حوكمة، احصاءات، تنمية مستدامة، وايضا نمو اقتصادي. طلع منها اكتر من دي طبعا الجهات المختلفة اللي موجودة معنا في هذا البرنامج وهذه المشاريع، ولكن المهم ان طلع OECD Economic Survey ده مسح MOB مع الجهات المختلفة والوزارات لتحديد ايضا اصلاحات هيكلية مهمة جدا لزيادة ايضا الاستثمارات. ويمكن الاجراءات المختلفة المقترحة في منها تعزيز آليات نمو وتطوير أو تطور القطاع الخاص، التنافسية، تقليص دور مشاركة الدولة، تحسين وتطوير آليات الحصول على التمويل. فبرضو عندنا مصفوفة جديدة بالإضافة اللي أنا ذكرته اللي كان قبل كده أكثر من 34 إجراء، ومستمرين في سياسات ليها علاقة بالإصلاح الهيكلي. آخر حاجة هختم بيها، التمويل من أجل التنمية أو حوكمة الإنفاق الاستثماري. حضراتكم يمكن للي مش عارف، احنا الاستثمارات العامة متقسمة عندنا 42% بتروح لمشروعات واستثمارات تنمية بشرية واجتماعية، فده الجزء الأكبر. الجزء الثاني مشروعات واستثمارات تنمية صناعية وبنية أساسية، و20% لمشروعات واستثمارات في المحافظات. دي الخطة اللي موجودة حالياً، وحضراتكم في الفترة الجاية هتشوفوا المؤشرات الخاصة بتنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية، وبادين في الخطة الجديدة ومستمرين في الحوكمة. يمكن في الفترة الجاية، احنا يمكن الأسبوع الجاي في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعندنا لقاءات عديدة، بس شغالين مع المؤسسات في حاجة مهمة جدا اسمها تقييم إدارة الاستثمار العام، وأيضا تقييم إدارة الاستثمار العام له علاقة بالمناخ. فالحاجتين دول هيتيحوا لينا برضو فرصة مهمة جدا لتحليل أكتر لهذه الاستثمارات المختلفة. هنا بس عايزة أقول لحضراتكم، تطور استثمارات قطاع التنمية البشرية في 10 سنوات اللي فاتوا، وهنا برضو الاستثمارات الموجهة للمحافظات، وطبعا مبادرة حياة كريمة في مراحلها المختلفة ليها أيضا مخصصات لده. لما بنقول حوكمة الاستثمارات العامة عندنا 3 حاجات رئيسية: تخطيط الاستثمارات، تخصيصها، ومتابعة التنفيذ من خلال البرامج والأداء. وآخر حاجة أنه عندنا معادلة تمويلية للمحافظات المختلفة، وهذه المعادلة فيها مؤشرات فقر، مؤشرات تنمية بشرية، عدد سكان في المناطق المختلفة، وطبعا المحافظات الحدودية ليها خصوصية في ده. فيعني بصفة عامة تحديد الاستثمارات ليها منهجية، ولكن الأهم أنه حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص ده اللي مستمرين فيه، لأنها تعتبر أداة رئيسية أو داعم رئيسي في استقرار الاقتصاد كله. يعني يمكن هقف عند هنا وبشكر حضراتكم. اسمحوا لي قبل ما نبدا ناخد الاسئله ان انا اكد ان شاء الله الاسبوع القادم هيبقى معانا وزير البترول والثروه المعدنيه عشان يتكلم بالتفصيل على الخطوات اللي تمت في يعني حل المشاكل اللي كانت بتواجه الدوله المصريه نتيجه للازمه الاقتصاديه، سواء في سداد مستحقات الشركاء الاجانب، انتاجيه الغاز الطبيعي، وتوقعاتنا للفتره الجايه هتبقى عامله ازاي، وازاي ان احنا نحقق ان شاء الله الارقام هتبقى ازاي في تحسن شديد باذن الله في خلال الفتره الجايه. فهيبقى ان شاء الله هو معانا في المؤتمر اللي جاي عشان يدي برضو رساله واضحه لكل المواطنين في ضوء دايما ما يثار ده احنا هيبقى عندنا ازمه كبيره في الطاقه، احنا عندنا مشكله كبيره في الغاز، طب هو موقف حقل ظهر عامل ازاي. كل الكلام ده هيبقى قدام حضراتكم عشان تعرفوا الأمور إن شاء الله هتبقى ماشية إزاي في خلال الفترة الجاية اللي هي كلها بإذن الله في سبيلها للتحسن والتقدم بإذن الله. نفتح الباب للأسئلة.
اتفضلي. أنا هستأذن حضرتك، عندي سؤالين مش سؤال واحد. أول سؤال، النهاردة مجلس الوزراء وافق على تأسيس آلية لدراسة تمويل المشروعات التنموية في دول حوض النيل. أهمية هذا القرار في هذا التوقيت، وإزاي هيقدر يحقق نوع من التكامل الاقتصادي بين مصر ودول حوض النيل. الحاجة الثانية، في ظل الجهود اللي بتقوم بها الدولة لجذب الاستثمارات، وكان آخرها القمة المصرية السعودية مؤخرا، كانت الحكومة أسست وحدة لريادة الأعمال. إزاي نقدر نستفاد من ريادة الأعمال ورواد الأعمال في جذب استثمارات محلية لمصر؟ شكرا. طيب اسمحوا لي أنا هجاوب على الجزء الأول، وبعد كده يعني معالي الوزيرة تتكلم على ريادة الأعمال. طبعا النهاردة في إطار رؤية مصر وقوتها الناعمة وتوجهاتنا الاستراتيجية للدول الأفريقية وتحديدا حوض النيل الجنوبي، يعني أنا عايز أذكر تحديدا حوض النيل الجنوبي. الحقيقة النهاردة الآلية اللي يعني أقرت من مجلس الوزراء إن شاء الله هتبقى هناك يعني استهداف لمساعدة هذه الدول في إطار الشراكة مع هذه الدول والتعاون ودور مصر المهم فيها، لإن إحنا نقدر إن إحنا نعمل كل الدراسات ونقوم بتمويل وتنفيذ مشروعات تنموية لسكان هذه الدول. وطبعا هتبقى يعني هذه المشروعات هتكون تحديدا في إطار يعني خدمة الاقتصاد المحلي وتلبية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء المواطنين في هذه الدول، وده بيساعد طبعا في قوة مصر الناعمة في قارة أفريقيا. حضراتكم تتذكروا ودايما بيقال هذا الموضوع، إن مصر كانت يعني حاضرة بقوة شديدة في أفريقيا في فترة وعقد الخمسينات والستينات، إنما الحمد لله رجعنا بقوة اعتبارا من 2014، وهذه الآلية إن شاء الله هتكون يعني تساهم في مزيد من دفع العلاقات الثنائية ما بيننا وما بين دول حوض النيل الجنوبي. إحنا عندنا الوكالة المصرية للتنمية اللي بتخدم على دول أفريقيا بصفة عامة، ولكن هذه الآلية هتكون تحديدا بتستهدف هذه الدول. طبعا الأعمال بتعتبر يعني من الأولويات الكبيرة جدا. يمكن قبل الوزارة الجديدة كان دولة رئيس الوزراء أنشأ الوحدة تحت مجلس الوزراء. دلوقتي عندنا ثلاث مجموعات وزارية، مجموعة التنمية البشرية ومجموعة التنمية الصناعية، ويمكن مؤخرا أضيف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لأهميتها. أول اجتماع تم في ده سمعنا إيه المتوقع منها، ويمكن كان في أكتر من لقاء سابق مع رواد الأعمال المختلفين. إحنا اللي عايزين نعمله يبقى فيه يعني تكامل ما بين المبادرات الحكومية في هذا المجال. حضراتكم لو بصيتوا هتلاقوا إن الحقيقة فيه من الوزارات المختلفة أكتر من آلية وأكتر من مبادرة خاصة بريادة الأعمال. عايزين كل ده يبقى متسق عشان ما يبقاش في يعني مبادرات متكررة. نمرة اتنين، في دراسات كتيرة جدا اتعملت على إيه هي السبل في تعزيز وجودهم في الوقت الحالي. نمرة ثلاثة، وده المهم جدا، إزاي نقدر نكثف من التكنولوجيا، لأنه يمكن كله بيقول انه في حاجه اسمها الميدل انكم تراب او الفخ الدول المتوسطه الدخل. نقدر نطلع من هذا الفخ بالتكنولوجيا وبرياده الاعمال وبالبحث العلمي، فده الاساس اللي عندنا في الوقت الحالي. وزي ما تفضلتي انه الحقيقه كتير جدا من هذه الشركات في مصر بتقدر انها تنطلق هنا وبعدين تروح في بلاد اخرى، فالهدف انه ازاي نقدر نشجعهم مش بس على الاستمرار ولكن ايضا شراكات مع رواد اعمال في بلاد اخرى. ويعني نتائج هذه المجموعات هتبقى متاحه قريب. شكرا. اول واحد، بالطبع كان بالامس زياره مهمه لولي العهد السعودي، وتم توقيع اتفاقيه مهمه، اتفاقيه حمايه الاستثمارات بين الدولتين. كنت عايز اعرف من حضرتك قيمة الاستثمارات المستهدفة السعودية في الفترة القادمة، خاصة ان بعض المواقع والصحف السعودية قالت اللي فيه 15 مليار جنيه هيضخوا في مصر خلال الاستثمار السعودية الجديدة خلال الفترة القادمة. والسؤال الثاني، في اي مجالات هتكون هذه الاستثمارات؟ وهل هناك، واخيرا، هل هناك لجنة قانونية هيتم تشكيلها لحماية الاستثمارات في البلدين؟ وشكرا. اولا يعني احنا تناقشنا على ان طبعا مع الاتفاقيه تناقشنا على مجالات سيكون هناك
يعني تركيز على الاستثمارات فيها، القطاع الصناعة، قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع السياحة والتنمية العمرانية. يعني دول الثلاث قطاعات اللي هيبقى فيهم إن شاء الله تركيز في خلال الفترة الجاية كبداية. والأهم هو مش فقط ما بين الحكومات وبعضها البعض، هو الأهم كمان القطاع الخاص اللي هو بيلعب دور كبير جدا في الدولتين وليه استثمارات كبيرة جدا موجودة. فاحنا إن شاء الله بنأمل من خلال الآلية اللي النهاردة توقعت امبارح، وطبعا دي لسه هناخد حي الإجراءات الدستورية طبعا لأن هي تم التوقيع، ولكن النهاردة مجلس الوزراء بيبدأ خطوات الإجراءات الدستورية ولازم تعرض في البرلمان، ويعني تقر بعد ذلك في تراجع وتقر من البرلمان علشان تدخل حيز التفعيل إن شاء الله في البلدين. فبالتالي احنا يعني بنتحرك في الخطوات دي، ولكن في نفس الوقت بالتأكيد دلوقتي في تواصل كامل مع سواء صندوق الاستثمارات السعودي أو مع القطاع الخاص السعودي على مناقشة العديد من فرص الاستثمار في مصر في خلال الفترة الجاية. وزي ما بقول لحضراتكم ما عندناش أرقام لأن المشروعات كبيرة، ولكن كل ما هيبقى فيه مشروع إن شاء الله يعني يدخل حيز النفاذ هيتم الإعلان عنهم تباعا بإذن الله في خلال الفترة الجاية. بالنسبة لموضوع لجنة قانونية، هي إحنا الإطار نفسه اللي موجود والاتفاقية نفسها هي من شأنها خلاص بتحط الآلية اللي إحنا كل المشروعات الاستثمارية ما بين البلدين هتبقى بتحكمها إن شاء الله في هذا الشهر. تفضل. بعد إعلان الحكومة إن هيتم طرح عدد من المطارات والبنوك في برنامج الطروحات، يعني كان في أخبار امبارح كتير إن مصر هتبيع المطارات وده أمن قومي، مصر هتبيع بنوك وده أمن قومي، فعايزين بس حقيقة ده من حضرتك، وعايزين آخر تطورات برنامج الطروحات. طيب خلينا بس نتكلم، احنا بنتكلم على من أول لحظة اتكلمت على المطارات أنا بتكلم على إدارة وتشغيل المطارات زي ما كل العالم بيتحرك فيه. فيعني هكرر تاني الموضوع، ليس هناك بيع للمطارات، المطارات دي مشروعات مرافق عامة للدولة المصرية، وبالتالي أي مشروع بيحصل فيها هو مشروع لتطوير وإدارة وتشغيل، وفي الآخر لكن في النهاية الملكية هي ملكية الدولة المصرية، ده اللي أنا بأكد عليه. البنوك بيختلف القطاع، احنا عندنا بنوك تمتلكها الدولة وبنوك بنوك ملك للقطاع الخاص، وبالتالي حتى ما يطرح بتبقى بحصص من يعني في بعض البنوك اللي موجودة او بنوك خاصة بتطرح في الدولة او تتبع القانون او الجزئية الخاصة بالبنوك الخاصة. ولكن احنا كدولة طبعا عندنا بنوك عامة دي بتظل ملكيتها بالكامل للدولة، انما بيبقى هناك حصص في بعض البنوك الاخرى اللي ممكن هي دي اللي تطرح في هذا الشأن. في تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيشير إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال شهر يوليو إلى 18.3% ووصل 4.6 مليار دولار مقارنة ب 3.8 مليار دولار عن نفس الشهر من العام السابق. ممكن كمان التقرير كان في بعض الأرقام الهامة اللي أشار إلى إنه الواردات المصرية من الغاز ارتفعت ب 220% مصرية من البترول ارتفعت ب 80%. عايزين نعرف من حضرتك يعني الحكومة مستهدفة انها تزود الصادرات وتصل المستهدف 100 مليار دولار، فهل العجز اللي حصل ده عجز مؤقت لظروف معينة ام انه هيستمر خلال الاشهر القادمة؟ كمان بالنسبة حضرتك للتقرير اللي تم عرضه اليوم، يعني ما زال القطاعات الرئيسية المسؤولة عن حدوث النمو في مصر اما بتحقق ارقام سالبة او قليلة النمو، خاصة بتكلم عن قطاع الصناعة والقطاع الزراعي اللي بيعمل فيهم ملايين واللي بيتوح فرص عمل، وممكن دائما المواطن بيهتم فرص العمل والتشغيل والأسعار. فعايزين نعرف ايه خطة الحكومة للارتقاء بالقطاعات الرئيسية وممثلة في الزراعة والصناعة. شكرا. شكرا جزيلا. طبعا لما ليه نبص، ويعني انا قلت في عاملين رئيسيين هم اللي أثروا على النشاط الاقتصادي، اولهم التطورات اللي حصلت في المنطقة وأثرها على قناة السويس، وخد بالك أنه قناة السويس موجودة برضو في الميزان الخارجي، فاللي بتشوفه في النمو بيأثر على طول برضو في التجارة وفي الميزان الخارجي. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، السنة نفسها زي ما قلت قبل قرارات مارس 2024
كان في مشاكل في مواد الإنتاج، وبالتالي كان عجله مستلزمات الانتاج، وبالتالي عجله الصناعه نفسها كانت مش بنفس الوتيره اللي كانت في السنه السابقه. ده تحسن بعض الشيء في الربع الاخير. حضرتك عارف انه في دوره للانتاج ثم التصدير، فاحنا متوقعين انه في الربع اللي احنا فيه حاليا نقدر ان احنا نشوف تبعات الاثار الجيده في حل مشكله مستلزمات الانتاج. فدي يعني انت بتقول شهر يوليو، شهر يوليو ده الشهر اللي بعد انتهاء السنه، يعني محتاجين. ودي نفس الشيء بالنسبه للاصلاحات الهيكليه، انت بتعمل اصلاحات هيكليه النهارده الاثر بتاعها مش قبل يمكن 6 لـ 8 شهور مستقبلا، فبرضو المدة ما بين تنفيذ الإجراء أو الأثر بتاع الإجراء وأثره على النشاط أو أثره على الصادرات، أعتقد هو ده اللي محتاجين ناخد بالنا منه. ولكن لما بنبص على الاستخراجات، وده هيبقى واضح الأسبوع الجاي مع وزير البترول، في مساعي حصلت، في سداد حصل للأجانب، وبالتالي إعادة مرة أخرى نشاطهم في التنقيب والاستخراج. وطبعا الواردات اللي خاصة بالغاز الطبيعي ده يعني كان واضح جدا وكله اتكلم عليه. وده طبعا حضراتكم نتذكر علشان لما تعهدنا ان احنا نوقف قطع الكهرباء في الصيف، فكان لازم نتدخل بأرقام كبيرة من الواردات من شحنات استثنائية علشان نعمل هذا الموضوع. لكن تاني مرة أخرى زي ما أكدت لحضراتكم، إحنا خطتنا واضحة جدا إزاي هتقل الاحتياجات من الاستيراد من الوقود الأحفوري على مدار السنة الجاية عشان ندخل أكبر حجم من الطاقة الجديدة والمتجددة. موضوع الربط اللي مع السعودية اللي بنتكلم عليه، عديد من الحلول والبدائل. اتكلمت على إزاي تعظيم إنتاجية الكهرباء بأقل كمية وقود تتعمل من خلال المزيج ما بين الغاز الطبيعي والمازوت. كل ده النهاردة اللي بنتحرك فيه عشان فاتورة الاستيراد من المواد البترولية لغرض توليد الطاقة هتبدأ تقل بصورة كبيرة جدا إن شاء الله، وحنعرضها على حضراتكم بالتفصيل. اتفضل. من خلال دعوة الرئيس لحد من فاتورة الاستيراد وتعزيز الصناعة الوطنية، فالحكومة كده الفترة اللي فاتت قدمت حوافز للصناعة علشان تشجع المستثمرين اللي هم يدخلوا في قطاع الصناعات. فممكن اللي احنا نلاقي حوافز الفترة الجاية لدخول صناعات بعينها يعني في السوق الوطني، زي مثلا صناعات الفويل. وهل ممكن الحكومة تقوم بشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز وجود الصناعة دي في الفترة القادمة؟ وبالنسبة لحجم الاستثمارات، حجم المشروعات اللي تمت في الخطة بتاعت 23-24 بلغت كم في المية؟ طيب خلينا نتكلم بالاول على الحوافز وبعد كده معالي الوزيره تتكلم على الاستثمارات. احنا النهارده حددنا، واذكر حضراتكم، اكتر من 150 مجموعه اللي هي حجم استيرادنا منها بيتجاوز ال 25 مليار دولار في السنه، وبالتالي دول اللي احنا مستهدفينهم بحوافز كتيره جدا. المجموعه التنميه الصناعيه شغلها الشاغل هذا الموضوع، في موضوع تسهيل الاجراءات، اعطاء الرخص، اتاحه الاراضي وتخصيصها، تطبيق الحوافز اللي بقت موجودة النهاردة الإضافية لهذا الموضوع، وحتى موضوع التمويل الميسر، المبادرة اللي احنا عاملينها ان احنا نتحمل تقريبا نص سعر الفايدة عن المشروعات، الدولة برضو حطها في هذه الحزمة من الصناعات اللي بالنسبة لنا ذات أولوية قصوى. والتاني اللي انا بتكلم عليهم في حدود 150 فرصة اللي بتبقى حجم الاستيراد بتاعنا منهم يتجاوز 25 مليار دولار. هنا بس الـ الأرقام اللي هي موجودة هنا، الخطة هي 280 مليار انفاق استثماري من العجز، فهو متقسمة بقى 42% تنمية بشرية من الـ 280 مليار، ودي مع الوزارات المختلفة. والحقيقة في الحوكمة نفسها احنا بنقول أي مشروع عدى عليه 70% تنفيذ هنكمله، موقفين المشروعات الجديدة اللي بالظبط اللي حضرتك قلتيه انه بالحوافز وبالإجراءات اللي متاحة مش جديد ان ممكن القطاع الخاص يخش يكمل الجزء اللي كانت الحكومة عايزة تقوم بيه. فاحنا فعليا لما بنشدد على الانفاق العام هو لازم المشاريع هتتعمل، فما فيش مجال اخر غير انه من التسهيلات المختلفة ان القطاع الخاص هو اللي ممكن يسد هذه الفجوة.
دولة الرئيس هل يعني توقيع اتفاقية صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية التمهيد لاتفاقيات كبرى ستكون بين مصر والسعودية في الفترات المقبلة؟ أيضا كان هناك تصريح للسيد يحيى الواثق بالله ورئيس جهاز التمثيل التجاري السعودي عن إمكانية استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين البلدين، وتحدث أيضا عن أنه البنكين المركزيين المصري والسعودي من المتوقع أن ينهوا هذا الأمر بنهاية العام الجاري، فهل هذا الأمر مطروح؟ شكرا فندم. طيب، تاني توقيع الاتفاقية، أنا بأكد على حضرتك هي توقيع لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، يعني مش فقط الاستثمارات السعودية في مصر ولكن أيضا الاستثمارات المصرية في السعودية، لأن النهاردة بقى هناك حجم كبير من الاستثمارات المصرية داخل المملكة نفسها، وبالتالي بالتأكيد توقيع هذه الاتفاقية، وده اللي أنا قلته بأكد عليه تاني، هيشجع مزيد من أولا الاستثمار المتبادل، ولكن الأهم تكوين شراكات ما بين الشركات المصرية والسعودية عشان تستفيد من هذه الاتفاقية سواء داخل المملكة أو داخل مصر في خلال الفترة القادمة. موضوع التعامل بالعملة العملتين ده بيبقى طبعا اتفاقيات وتنسيقات ما بين البنوك المركزية وبعضها البعض بناء على التبادل التجاري اللي ما بين البلدين، وبناء عليها بيقدروا مدى يعني ان احنا نقدر ننفذ هذا الموضوع، وبالتالي هذا الموضوع طبعا بيدرس ضمن البنوك المركزية، ولما بيبقى فيه القرار المناسب ان هو يتاخد بيتاخد. اتفضل. دولة رئيس الوزراء كان هناك اجتماع مع محافظ البنك المركزي، وتم التحديث عن تحويلات المصريين من الخارج وان هي مورد مهم لدعم النقد الاجنبي في مصر. عايزين نعرف فندم، هل هناك حوافز اخرى للمصريين في الخارج زي بيت الوطن، السيارات اللي تم استيرادها للمصريين من الخارج؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، التأثيرات الخاصة بالحرب الدائرة سواء في قطاع غزة أو في لبنان على قناة السويس لها تأثيرات كبيرة، لكن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس إلى أي مدى وصل؟ وجزء أخير خاص بإصلاحات كثيرة تم العمل عليها خلال الفترة الماضية وحاليا، التسويق لهذه الإصلاحات مع المستثمرين على الجانب الخارجي سواء إقليميا أو دوليا إلى أي مدى ممكن توصيل هذه المعلومات للمستثمرين في الخارج حتى يتم الاستفادة بأكبر قدر ممكن؟ شكرا فندم. طيب، نتكلم بس على تحويلات المصريين في الخارج. احنا الحمد لله الشهر الماضي يعني سجل يعني رقم الحمد لله اكثر من ممتاز، يعني يمكن من اكبر الشهور اللي حصل فيها تحويلات للمصريين في الخارج، وصل الى 3 مليار دولار، فده للشهر الماضي، وان شاء الله بندعو الله ان الامور تفضل مستقره، لان طبعا طول ما السياسه النقديه الحمد لله ماشيه بهذا السياق هو هناك ثقه، وده بيعكس ثقة الحمد لله في استقرار سعر الصرف. الموضوع التأثيرات طبعا الموضوع على المنطقة الاقتصادية، يعني خلينا أقول لحضرتك ان احنا الحمد لله لان المنطقة الاقتصادية لما بنتكلم على الاستثمارات اي حد بيجي بيتكلم على استثمارات طويلة المدى، فهو بيتجاوز امد الصراع اللي هو مهما طال هيبقى صراع مؤقت، والحمد لله يعني المنطقة الاقتصادية تشهد يعني نمو هائل في خلال الفترة الماضية، وإن شاء الله مع المشروعات الجديدة اللي بتبقى عمالة تتوقع تباعا هيبقى فيه نمو أكبر في خلال الفترة القادمة، وده اللي أنا بأكد عليه، ويمكن إن شاء الله هيبقى فيه اجتماع مع السيد رئيس الهيئة في يعني يمكن بكرة المفروض، بتابع معاه كل المشروعات عشان بنركز قوي على مزيد من تشجيع الشركات العملاقة الأجنبية إنها تدخل جوه المنطقة. بالنسبة للتسويق أعتقد يمكن معالي الوزيرة يعني زي ما قالت يعني إن شاء الله مثلا زي الاجتماعات المؤتمرات المشتركة النهاردة اللي بتعقد مع دول الاتحاد الأوروبي، كان في مؤخرا فرنسا، وبعد كده يعني الأسبوع الجاي زي ما معالي الوزيرة قالت المجموعة الاقتصادية رايحة في اجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بيبقى فرصة لترويج الكل ما بيتم في مصر في هذا الشأن. معلش أزود أضيف حاجة بس، إحنا طبعا تخطيط وتنمية اقتصادية وتعاون دولي، فالتعاون الدولي في جزء مهم جدا وهو تمويلات رايحة لشركات أجنبية بتعمل شغل في مصر، فتسويقنا أو جزء من تسويق هذه الإصلاحات بنشوفها برضو في التمويلات اللي بتوصل للشركات الأجنبية اللي بتعمل في مصر. أنا لسه كنا جايين من مؤتمر هامبورغ للاستدامة، وهناك وقعنا مع سكاتك بتمويلات من الحكومة الألمانية لتصدير الهيدروجين الأخضر،
فده بيبين برضو نقطة مهمة انه اي او قوة مصر الحقيقة في الفترة اللي فاتت انه ازاي بنقدر نحشد تمويلات للقطاع الخاص من مؤسسات دولية هي مطلعة على هذه الإصلاحات بتتكلم عنها وبتقدر انها برضو ودي قطاعات مختلفة. لو بنتكلم على المواني الجافة، لو بنتكلم على الطاقة الجديدة والمتجددة، لو بنتكلم على الهيدروجين الأخضر، لو بنبص على حتى الربط الكهربائي ما بيننا وبين السعودية كان بتمويلات من الصناديق العربية، فده برضو مصدر قوة مهم في جذب الاستثمارات، لأنه الاستثمار لما بيجي بيبقى عايز تمويل. التمويل يا إما يجيبه من بنوك تجارية غالية، يا إما بيقدر يجيبها من البنوك التنموية. علاقتنا مع البنوك التنموية كويسة جدا، بيشوفوا الفرص هنا فبيقدر يقلل من تكلفة الاستثمار جوه جمهورية مصر العربية، ودي حقيقة يعني برضو من دواعم القوة لقدرتنا على جذب هذه الاستثمارات. آخر سؤال بقى، تفضل. آخر سؤال. دولة رئيس الوزراء، طبعا يعني انا اعتقد ان الملف السياحي وخاصة ان احنا خلال السبع شهور الاولى لهذا العام حققنا رقم كويس جدا، 8 مليون سائح. البعض بيتوقع ان شاء الله ان احنا نحصل 14 مليار دولار. هل يمكن ان تتجه الحكومة للتركيز في هذا الملف، وخاصة ان احنا على موعد مع التشغيل التجريبي المتحف المصري الكبير وداخلين في الموسم الشتوي، اعتقد ده يكون في تركيز عليه تعويضا شويه عن معدلات النمو. سؤال تاني يا فندم، يعني بعد اذن حضرتك، طبعا احنا تابعنا خلال اليومين اللي فاتوا الحادث المأساوي لطلاب احدى الجامعات الاهليه. ما حدش ينكر الانجاز اللي حصل في الدوله المصريه على مدار السنوات اللي فاتت بخصوص المشروع القومي للطرق، يعني الدوله تكلفت اكثر من 500 مليار جنيه. ولكن إذا ما تحدثنا وتابعنا الأحداث بنلاقي أن في بعض الثغرات البسيطة التي تؤدي إلى مثل تلك الحوادث، وخاصة إذا كنا بنتكلم على خلال 8 سنين اللي فاتوا عدد وفيات تجاوزوا 50 ألف والمصابين 500 ألف، ده بحسب جهاز التعبئة والأرس. يمكن أن تتحرك الحكومة في هذا الملف، وخاصة إحنا لسه سيادتك طارح المبادرة الرئاسية، مبادرة سيادة الرئيس بناء الإنسان المصري. هناك بعض الثغرات البسيطة التي يمكن أن توقف تلك المشاكل والحوادث المتكررة، وخاصة أن الدولة لم تألو أي جهد في تطوير الطرق. شكرا فندم. شكرا فندم. خليني أتكلم على السياحة. السياحة طبعا يعني جزء كبير جدا من النهاردة أولويات الحكومة، وجزء من إحنا قلنا هنعتمد على أربع قطاعات مهمة جدا في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة وخلق فرص عمل جديدة: قطاع الصناعة طبعا، وقطاع الزراعة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة. ودول اللي هي القطاعات الانتاجية المهمة جدا اللي احنا شايفين ان احنا هنتحرك فيها. حضرتك انا عايز اقول برضو حضرتك ده جزء من التأثيرات احنا بنتكلمش عليه. احنا كان تقديراتنا قبل الازمة الاقليمية اللي موجودة ان احنا كنا هذا العام كنا ممكن نتجاوز 18 مليون سائح، وكانت التقديرات يعني رايحة لهذا الموضوع. طبعا للأسف يعني الأزمة اللي حصلت أثرت بصورة برضو على هذا القطاع، ولكن مش بالصورة الحمد لله يا رب. ما زالت يعني قطاع السياحة بيشهد طفرة كبيرة، وإن شاء الله زي ما حضرتك بتقول يعني نتحقق بيه أرقام كبيرة. ولكن الخطة بتاعتنا إن إحنا زي ما اتكلمنا إن إحنا مصر بسهولة بإذن الله في خلال السنوات القادمة نقدر نضاعف الأعداد اللي بتصل لنا في العام من خلال الموضوع بتاع المطارات. ويمكن زي ما بأكد لحضراتكم جزء من الخطة بتاع تحسين إدارة وتشغيل المطارات عشان نزود ونضاعف عدد السياحة، لأن ده جزء من المنظومة كلها. إزاي إن إحنا بنزيد غرف سياحية، التنظيم النقل بمختلف مشروعاته. يعني لما بنتكلم هنا على مشروعات النقل نفسها والقطار السريع فائق السرعة عشان يربط مصر، هو جزء منه انه هو هيخدم على السياحة. لما بنعمل المقاصد السياحية الجديدة سواء على البحر المتوسط او البحر الاحمر عشان اضاعف الغرف السياحية، فاحنا بنتحرك بسرعة كبيرة جدا في هذا القطاع علشان نقدر نحقق هذه المستهدفات، وعندنا مستهدفات لكل سنة في هذا الشأن ان شاء الله. طبعا يعني اللي حضرتك قلته ويخليني طبعا يعني انتهز الفرصة ان انا اوجه خالص العزاء ليعني أسر وأقارب طبعا الضحايا اللي توفوا في الحادث اللي الحقيقة يعني كان أدمى قلوبنا كلنا ان يحصل حادث زي ده. وزي ما حضرتك قلت يعني بالرغم من كل يعني الحجم التطوير الكبير اللي تم
في الطرق ما زالت هناك حوادث. طبعا وتيرة الحوادث قلت بصورة كبيرة جدا عن الفترة اللي فاتت اللي كانت بتحصل في مصر، ولكن بالتأكيد هناك مساحة أكثر لموضوع الرقابة أكثر على السائقين، وإزاي إن إحنا نضمن يكون هناك تفتيش دوري ومستمر، ما يبقاش حتى مع تجديد الرخص بالعكس يبقى هناك على بالذات سائق الحافلات يبقى بصورة مستمرة ودورية وأقصر يعني كثافة علشان نضمن إن ما يحصلش أي يعني حوادث بهذا الشكل اللي حصلت في حادثة الجلالة، لأن حضراتكم شفتوها هي يعني في الأساس هو للأسف خطأ بشري من السائق بتاع الحافلة، ولكن يعني احنا هنتحرك في هذا الموضوع بصورة كبيرة جدا على أساس ان احنا نحاول بقدر الإمكان ان شاء الله نؤمن ونقلل من هذه النوعية من الحوادث. انا بشكر حضراتكم جميعا، شكرا يا جماعة، متشكرين.